يسعد لي صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده ومتجدده من صباح الشرقيه مفعمه بالطاقه والحيويه. صباح الخير ولا يسعد صباحك ميسو، يسعد صباح كل مشاهدينا. يوم جديد وامل يتجدد وبدايه اسبوع ان شاء الله مليانه بالطاقه الحلوه. نبدا صباح الشرقيه باهم العناوين. موضوع استطلاع حلقتنا لليوم هو: برأيك ما هي الوظائف أو الأعمال التي سينعدم وجودها في المستقبل، وهل سيؤثر ذلك على اختصاصك المهني ولماذا؟ الشيف وصانع المحتوى أسامة جلال يعد ويقدم لنا أطباق الفطور الصباحي عبر السكايب من بغداد. من بغداد مختلف التمارين الرياضية للمساعدة في حرق الدهون والوصول للجسم المثالي. ضيف استوديو أربي لاختصاص الأمراض الجلدية الدكتور باسل سيدو يكلمنا عن الندوب وآثار الحروق وكيفية علاجها. من الأنبار نتعرف على الشاب أسامة الذي يقوم ببناء المجسمات بواسطة الأعواد الخشبية بالاعتماد على مشاهدتها مرة واحدة فقط. أمريكي يلتهم أكثر من 21 كيلوغراما من الفشار وأصغر شريحة في العالم بتقنية متطورة، وتفاصيل وأخبار أكثر في فقرتنا المنوعة لحلقة هذا اليوم. أما سؤال تفاعلي لحلقة اليوم يقول: ما الوظائف التي ستختفي مستقبلا وهل تتأثر بذلك، بما أنه إحنا بزمن الروبوت وكل شيء صاير من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وما أصلا الناس بطلت بهذه الوظيفة، فأكيد أكو وظائف راح تختفي مستقبلا. فشنو برأيك الجواب لهذا السؤال؟ ممكن شاركونا من هذا الكيو آر كود، تصوروها بكاميرا التليفون ياخذكم على طول لصفحة الإنستغرام حتى تتفاعلون بهذا السؤال. بس قبل ما نكمل بكل الأجوبة وكل الفقرات صباح الشرقية، خلينا نشوف أجواء الطقس ويرولا. نبدأ صباحنا ميس مباشرة من بغداد. درجة الحرارة اليوم في بغداد 40 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد 45 درجة مئوية، وبعد غد أيضا 45 درجة مئوية مشمس. أما درجة الحرارة في الموصل، فاليوم درجة الحرارة بالموصل 39 درجة مئوية، من المتوقع أن يكون غد 42 درجة مئوية، وبعد غد 41 درجة مئوية. أما درجة الحرارة في البصرة، فاليوم درجة الحرارة بالبصرة 38 درجة مئوية غائم جزئي، من المتوقع أن يكون غد 43 درجة مئوية، وبعد غد 44 درجة مئوية. أما بنهاية في أربيل، فاليوم درجة الحرارة في أربيل 38 درجة مئوية، من المتوقع أن يكون غد 41 درجة مئوية، وبعد غد 41 درجة مئوية أيضا مشمس. بس الجو دي يكون شوية حلو بالليل، أتصور بالليل دي يختلف عن الصبح. الصبح شوية تكون بالأربعينات، الشتاء شكله راح يجي من وقت شكله اليوم. قرب رولا، بما انه اصلا بدنا نحكي عن الوظائف اللي ممكن خلاص تتدهور في المستقبل وتروح منها، اصلا الطقس اللي صحيح. كان ايام زمان اكو احد كان يقول لنا عن الطقس وقال له اجواء باكر شلون راح تكون، ويطلعون برا ويشوفون النجوم حتى يقولوا لنا الاجواء شلون. اليوم احنا نعتمد على التطبيق حتى نشوف شنو الطقس وشنو الاشياء اللي ممكن نتخلص او نخلصها بسرعه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي او من وسيله الانترنت. طبعا ميسة هواية من المهن اللي ممكن انه تكون حتى تختفي، بعض التقارير اللي شفتها يمكن مهنة الطب اصلا تختفي، الاطباء اللي ممكن انه يختفون لانه بسبب التطور المستمر وبسبب الحياة وبسبب سرعة التطور من الممكن انه احنا نستغني عن الكثير من المهن الموجودة حاليا ونستبدلها بالروبوت. طبعا والحياة في تطور مستمر، وفي ظل هذا التطور تم الاستغناء عن الانسان ببعض الوظائف،
واليوم صارت السيارة ذاتية القيادة حقيقية بعد ما كانت حلم. طبعا هالشي يخلي مهنة السائق معرضة للانقراض. نضيف لها مهنة توصيل الطلبات اللي اليوم طائرات الدرون اللي تقدر توصلها بطريقة جدا دقيقة وسريعة. واليوم باستطلاعنا سألنا شارع العراقي هل بإمكان ما هي الوظائف أو الأعمال التي سينعدم وجودها في المستقبل، وهل سيؤثر ذلك على اختصاصك المهني ولماذا؟ خلونا نروح إلى بغداد باستطلاعنا ويا جوان ونتابع وياكم. صباح الخير عليكم مشاهدين صباح الشرقية، برأيك ما هي الأعمال أو الوظائف اللي راح ينعدم وجودها مستقبلاً؟ وهل هذا الموضوع راح يأثر على اختصاصك المهني حالياً وليش؟ هنعرف آراء الناس، خليكم ويانا. اي اكو وظائف يعني اصلا بدات تنقرض باقي الدول، يعني انا احكي عن باقي الدول، اكو وظائف انقرضت مثل يعني المرور بالباقي الدول، ماكو واحد شرطي مرور لحد الان واقف، كله يعني معتمدين على الاشارات الضوئيه، معتمدين حتى من تروحين تدفعين هسه يعني مثلا فواتير كهرباء مي الى اخره، ماكو موظف قاعد بمكان وهو ياخذ من عندك الفلوس، كله دفع عن طريق البطاقه. اي اوكي احنا هسه حاليا كعراق اكو بدا الدفع عن طريق مثلا البطاقات الائتمانيه، بطاقات الماستر كارد، ويعني احنا بتاثيره علينا احنا كمثلا كقطاع مصرفي اكيد هم راح ياثر، اي تاثر بطريقه سلبيه على احنا كموظفين وكقطاع مثلا مصارف او شركات دفع الكتروني، يعني ما يحتاج انه واحد يشرح لك، عرفت شلون؟ وخصوصا هسه اكو توعيه كبيره بهذا الموضوع، يعني بعد ما يحتاج واحد يضل يسال. يعني مثلا الحراس، احنا بعصر التطور هسه كل شيء عندنا الكتروني، يعني مثل بالمستقبل نستغني عن الحراس، يعني لان موجوده كاميرات مراقبه. مثلا الاستلام مال الرواتب اليدوي هم راح ينقرض، لان موجوده الصرافات الاليه بكل مكان هسه. الموضوع راح ياثر على اختصاصك المهني؟ لا ما ياثر عليه. لاني يعني ماني مو بهالاختصاص. تقريبا نقول مثلا مهنه ساعي البريد يعني هي على وشك الانقراض او انقرضت يعني. واكو هواي يعني كمواضيع التطور في مكاتب السياحه والسفر اللي حاليا كلها تقطع تذاكر عن طريق الانترنت. كثير من الاعمال كلها على الاونلاين، يعني اغلب الشركات حاليا اعمالهم كلها على الاونلاين على الانترنت، تطور صار كثره يعني على هاي المواضيع. الموضوع ايجابي لو سلبي؟ والله البعض يكون ايجابي البعض يكون سلبي، نقدر نقول مثلا سبب البطاله راح تاثر يعني على الناس، يقول لك انا بعد ما احتاجهم، يعني ابسط شيء الحراس، الحين الحراس قاموا يستغنون عنهم بوجود الكاميرات. اي فالناس راح تقعد عن العمل يعني. عزيزتي مثل ما تشوفين هسه هواي شغلات اختفت، يعني حتى العالم يعني قامت تعوف وظائفها، قام يصير كله شغل اونلاين، قام يصير الشغل عبر التواصل الاجتماعي، فمن هسه بدات حوافزها تبني. واعتقد بالمستقبل القريب يعني ابسط الشغلات الدوائر العامه اللي هي المهمه بالدوله الاساسيه، يعني مثل ما تعرفين حضرتك اكو صار هذا الانترنت والوسائل والشغلات الاخرى، مثل يعني عندك الكاميرات بالنسبه للمرور، الكاميرات يعني صارت وظيفه المرور انه حتى ما قام يوقف بالساحه، يباع الكاميرات تجي مخالفه، تجي الاغلاط، تجي الحوادث. تطور صار كله الكتروني. بالضبط، فاعتقد بالمستقبل القريب ويا تطور الحياه راح تصير الحياه اسهل، يعني انا اشوفها يعني نظرتي الخاصه اسهل بالنسبه لل راح ياثر على اختصاصك المهني؟ طبعا لا شيء اكيد، لان يعني احتمال اني هاي بوجهي يعني من وجهه نظري احتمال انه الاقي وظيفتين، مثلا اقدر اشتغل واحده اونلاين مثل ما هسه يسوون العالم، وواحده اقدر اشتغل شغل ملموس. الوظائف تقريبا راح تنفقد، مثلا المترجمين اغلب الناس معتمده هسه على ترجمه جوجل،
السواق الدليفري او سواق التاكسي. هسه الناس اكثر اعتمدت همين على البرامج الالكترونيه. عن الوظائف العراقيه اللي راح تنقرض حاليا بشكل ابدي، يعني نبدي مثلا مهنه الروافين او الروافه اللي هي تقريبا مهنه بقى بيها مو اكثر من 150 شخص مختص من هاي المهنه، اللي هي تصليح الانسجه الدقيقه للملابس ومعروفه وتعتبر من التراث البغدادي الاصلي. صناع النسيج واللي يصلحون المشاكل البسيطه بالملابس، اغلبيه ابائنا يعرفون عن هاي الوظيفه. وظيفه اخرى هي وظيفه الصفار اي الصفافير، وتقريبا كلهم الان حاليا بالعراق محصورين في سوق الصفافير، يعني اللي هم يشتغلون بالمعادن وفي معدن الصفر. فهاي مهن نقدر نقول الاغلبيه استغنوا عنها باعتبار انه اكو معادن تجي من الخارج ومصنعه بالمصانع. يعني المهنه الثالثه اللي يعني كلش احبها هي موزعيه جرائد. حاليا بغداد اكو بس 5 موزعين جرائد في كل بغداد، هم موجودين بالمتنبي وشارع الرشيد، وغالبيه الناس تجنبوا هاي المهنه باعتبار انه هي مو كلش مربحه رغم عراقتها وقدمها، لانه يستفادون من الاعلام اللي على المواقع وعلى التليفون ايضا. مثل ما سمعنا بالاستطلاع كل شخص بيهم قال على وظيفة معينة رح تنقرض، ولا واحدة تشابهت ويا الثانية، والوظائف كانت بصراحة جدا جميلة. آخر واحد قال انه رح تنقرض قريبا الناس اللي يوزعون الجرائد. احنا يمنا انقرضت، احنا انقرضت تماما بالفعل. وفعلا لما نفكر بهذه الايام كانت حلوة، لانه كانوا الشباب يكون عندهم يعني أي أحد صغير بالعمر حتى لو ما كان عنده دراسة معينة يقدر يوزع الجرائد، ولكن هذه راحت. السؤال اليوم يقول: هل معقولة الشيف ممكن همينة المطبخ يروح ويستبدل الشيف بروبوت معين أو شيء إلكتروني؟ ليش دا أسأل هذا السؤال؟ لأنه ضيفنا راح يكون ويانا حاليا هو صانع المحتوى والشيف أسامة الجلال، اللي راح يحضلنا ويقدم لنا أطباق شهية للفطور عبر السكايب. فأول شيء نصبح عليك أسامة، أقول لك صباح الخير، وأسألك أول سؤال: هل برأيك راح تنقرض قريبا؟ صباح الخير ستمية، صباح الخير سترولا، صباح الخير، صباح النور. طبعا أنا دائما أفكر بهذا الموضوع، خصوصا أنا أشوف أنه كثير من الفيديوهات بدت أكو أكلات نمطية، يعني يستخدمون بها الآلة بدل ما أنه يكون أكو عمال. يعني إحنا نشوف مثلا البيتزا وغيرها، يعني مثلا تصير معامل مال البيتزا أنه تجي بسلسلة معينة تدخل حتى من العجين إلى حد ما تطلع. فهي ممكن أنه نفكر أنه هذا الموضوع راح يأثر بالمستقبل، لكن مو بالصورة اللي إحنا يعني نتخيلها. أتصور يعني يبقى احنا دائما نقول انه فشيء بالطبخ نسميه النفس. اسامه اتصور يبقى الشيف يعني هسه دا اعلق على هذا الموضوع دا اعلق على هذا الموضوع النفس مستحيل الروبوت يسوي النفس دائما بالضبط الطباخ معتمد على النفس. اي شيء نمطي يعني هو ممكن انه يستغنون عن العمال به، لكن هيك شغلات ابداعيه لا. صحيح. شنو حابب تحضر لنا اليوم؟ والله أنا كنت أفكر بموضوع أنه إحنا على أبواب بداية العام الدراسي. نعم. فحبيت أنه أقدم شغلة ممكن أنه تفيد جميع الأعمار، خصوصا أنه الجهال إحنا مجربين أنه يحبون هذا الموضوع. راح أسوي هي الأومليت بطريقة الكاسادية، ويعني بحيث أستخدم هذه خبزة التورتية، وإن شاء الله يعني ما تطول أذن. خلينا نشوف المحتويات. أوكي زين، من ناحيه المحتويات احنا قلنا هاي خبزه التورتيه، عندنا هاي اول شيء طبعا. نعم. خليها على الصفحه. نعم. على هذه راح نستخدم بيضه واحده. اوكي. خلينا نفتح الطباخ اول مالتنا. زين، استخدم زيت الزيتون، ما نستخدم زيت عادي، زيت الزيتون يكون صحي اكثر. وعندنا جبن موزاريلا. نعم. راح استخدم، ولانه احنا بدنا نحكي بموضوع كل الاعمار، فشيء يوالم كل الاعمار، فاني اختاريت حتى ما استخدم نكهه معينه مثلا بهارات او شيء ممكن انه تاثر،
نستخدم نكهة طبيعية اللي هي الريحان. حلو حلو. أوكي. فكتشكيلة هاي راح تكون هيك. شوف هاي فرق الروبوت عن الإنسان. يقدر مع أن الروبوت هم من يبرمجوه. أسامة. بالمناسبة هذا طبعا من المواضيع الكلش حلوة اللي أنتوا اختاريتوها. وهواية هواية احنا نشوف يعني تدخل الروبوت هسه بهذا الوقت حتى وصل إلى أنه التاكسيات بدأت تتحول إلى أنه تكون روبوت. فيعني بدأت هواية مهن تنزل يعني تنزل باستخدامات البشر. هسه اليوم أنت ما انقرضت أسامة اليوم. اليوم أنت راح تعلمنا طبخة بطريقة جدا حلوة. بس أنا عندي سؤال. إن شاء الله. زيت الزيتون. نعم. لأنه صح صحي ولكن في ناس أو نسبة معينة من الناس يستخدمون زيت الزيتون بطريقة خاطئة، فممكن تعلمنا أول شيء عن زيت الزيتون؟ هل أول شيء تحمي الطاوة وبعدين تخليها أو لازم بالضبط. الطاوة تكون حارة دافية؟ شون الواحد شو وقت يخلي زيت الزيتون؟ زيت الزيتون طبعا هو لازم ما يحترق يعني، يعني عادة تخلون الحرارة قليلة. وزيت الزيتون بي يعني هي خاصية يختلف عن زيت الطعام انه ما يحرق الطعام بسرعه. اوكي. فممكن يعني انا اكثر اغلب الشغلات اللي هي ممكن انه استخدم زيت الزيتون استخدمه حتى ويا خصوصا الاسماك وغيرها يعني من اسويهن استخدم زيت الزيتون يعني. أي. المده هنا طبعا هسه هي صارت طاوه حاره وهذا شيء غلط. اوكي. احنا ما نريدها تحمر زايد. طيب أوكي. ماشي. صراحه استعجل شويه على مود ما يتأكست الزيت. لازم الطاوة تكون دافية. بالضبط بالضبط لازم تكون دافية ومريدة تصير حرارة عالية، خصوصا احنا راح نستخدم بيض. والبيض طبعا كذلك البيض همينة من الشغلات اللي يعني اكثركم يعني منتبهين عليها. البيض لازم اول ما تخليه بالطاوة راح تتصرفون، لانه مجرد انه تزيد المدة اللي يبقى بيها الحرارة العفو حتى الريحة مالته تبرز اكثر. صحيح. اوكي. واكو ملاحظه اقول لكم عليها طبعا هسه يمكن شفتوها. انا هسه خليت البيض راح اخلي هاي مباشره بدون ملح. اي لا اما ليش؟ اما ليش؟ لان احنا بدنا نحكي عن شيء يخص الاطفال. تمام؟ اي فاحنا الاطفال يفضل انه كل شيء يكون طبيعي باكلهم. حتى الملح، حتى الملح. اتصور هاي الوجبه تكفي شخص واحد، فاذا حبينا احنا واحد. نسوي يعني وجبه معينه يعني لاطفال معينين، ثلاث الاطفال بس نحط بيضه لكل طفل صح؟ بالضبط بيضه. اوكي حلو. زين هسه احنا شنو خلينا هاي التورتيه على البيض. نعم. اوكي. ما تطول اصلا. اتمنى معنا. انه يكون طريقه تصوير ثانيه حتى تصير اقرب، فما اعرف انتم تشوفون حاليا التفاصيل او لا. احنا ذا نشوف بوضوح. اوكي تمام. هسه راح نقلبها. هذه الشيف أسامة القلبة اللي قلبتها دائما أشوفها على الفيديوهات على اليوتيوب وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وأنتوا دائما تسووها بطريقة جدا مبسطة وسهلة. ولما أجي أنا بالبيت أقلب أي بيضة على الطاوة تنقلب الدنيا وما فيها، تبهذل والبيض يخرب والخبز يخرب. ممكن بس تقول لي السر؟ لأنه أكيد هم من المشاهدين اللي دا يشوفون هذه القلبة اللي قلبتها بكل سلاسة وبساطة ما تصير عند الناس بصراحة أسامة. فريد والله ست يمكن انتبهتي انا طول ما هي البيضه موجوده. أي. اوكي انا كنت دا احرك يعني. أي. انا صح. اصلا كنت دا اضمن انه هي ملازقه بالطاوة. ايه يعني الحركه هي الحركه السر. بالضبط هي سأجربها. الحركه بس اذا ما صارت اسامه ترى بحاسبتك بعدين ما تشتغل وياي. هاي سهله طبعا. شنو هسه انا خليت المكونات وبعدها هي مفتوحه. أنا أفضل بالنسبة لي أنا أستخدم هاي يعني هاي في حال إنه الأطفال يفضل أخلوها، بس أنا أفضل هذه اللي تمام. أنت هسه خليت نوعين جبنة صح؟ جبن السلايس. أي طبعا. نعم. زين وهاي كلها على نار دافية صح؟ بالضبط. مو شرط يكون الجبن لايت أو صحي أكثر من زيادة عن اللزوم، لازم يكون الطبيعي. أي لازم ننتبه منها. اذا بعض الاطفال اللي يعانون من مشكله باللاكتوز لازم نختار لهم الجبن اللي يناسبهم او الجبن اللي يناسب دمهم. اكيد طبعا. بس احنا نحكي بشكل عام يعني. اي نعم. اتصور طريقه كلش سهله. سهله وهي ابسط يعني ما تاخذ وقت اكثر يعني من هذا.
أسامة، هل أكو لون معين لخبز التورتيا لازم يكون حتى نعرف أنه استوى الخبز، ولا يعني لازم يكون بني، ولا يكون توا مستوي، ولا محروق شوية؟ شلون قررت هو أنه هو استوى؟ أنا أنطي حرقة صراحة لأنه يصير به هيك تكسيبة ونكهة الطي. يعني هذا إذا 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 مجرد أنه خليناه مباشرة وتصرفنا بسرعة وشلناه، يعني حتى الحلى مالته يبقى. تمام؟ تمام. فحسه هيك بهاي الطريقه شوي هيك طلعت تكسيبه مبين على مقسمها. اي اي انا جعت صراحه. ريحه انا كنت اتمنى انه تكونوا قريبين علي حتى تسمعوا تجربون. ان شاء الله تصير زي الفرص ان شاء الله. مو يعني اتصور الريحان، الريحان هسه ويا هاي الخلطه اتصور شيء خرافي. انا مدى مدى احكي بالريحه حتى لا تجوعون، وراكم برنامج. خلينا نشوف الطبق النهائي شو صار. يا سلام. واضح عندكم؟ واضح عندكم حاليا؟ واضح. اتصور كل طفل صار له واهس. هذه يعني عاشت ايدك شيف. ما راح اكل قدامكم، ما راح اكل، لا تخافوني. عاشت ايدك شيف ونورتنا كالعاده بصباح الشرقيه. النور نوركم، وان شاء الله نشوفك بحلقات ثانيه. شكرا لك. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لك. مستمرين وياكم مشاهدينا، ومثل ما شفتوا طبخه جدا بسيطه ولكن سريعه، ومن الممكن انه اي ام تسويها، مع الاخذ بعين الاعتبار انه نوعيه الجبن الواحد يستخدمه اذا الطفل عندك عنده حساسيه معينه فلازم تنتبهين على هاي التفاصيل. ولكن اتصور شكلها، مجرد شكلها وشكل الجبن هيك سايح يشهي. هذه اكيد انا جعت بصراحه، يعني اذا اشوف هسه وقت ننتقل للاربع حتى اروح اسوي لي هاي الخلطه، ولا اجي لي ولا يمكن اتصل بالشيف اشوف اذا يقدر يجي يسوي لنا اياها بدبي. اريد اذكركم مشاهدينا بسؤال تفاعلي حلقه اليوم اللي اكيد ما راح ينقرض الشيف، لانه مثل ما قالت رولا نفس الشخص بالاكل هذا شيء ما نقدر نستبدله باي روبوت واي شيء من شبكات التواصل الاجتماعي، لان الروح والنفس شيء ثاني، هي اللي تخلي الطبقه طيبه. بس احنا حابين نعرف من عندكم شنو هي الوظائف اللي برايكم راح تنقرض بالمستقبل، وشون راح تتاثرون انتم بهذا الشيء من خلال صفحه الانستغرام. راح نقرا كذا تعليق او هذا الكيو ار كود ممكن تصوروه اذا بعدكم ما علقتوا، حتى تروحون على الصفحه على طول وتعلقون على هذا السؤال. طبعا انا ميس من اكثر التعليقات اللي شفتها هي مهنه الكاشير. مهنه الكاشير من الممكن ان تكون في بعض الدول تقريبا قربت انه تنقرض، حتى لانه بعض الاشخاص يروحون يتسوقون مثل ما ذكرت الميس قبل شويه برا الهواء، انه انا بطلت اتعامل ويا بشر من اروح اتسوق. ليش؟ لانه بشيء جدا بسيط انه اكمل المسواق واني ادفع اونلاين واني اسوي كل البروسيس اللي من الممكن انه تم الدفع بدون ما احتاج الشخص معين. طبعا صحيح. ومن هذا الموضوع، من موضوع الاكل والمسواق وكل هاي، راح نروح الى موضوع ثاني. هاي من الاشخاص اللي نعرفهم يعانون من تجمع الدهون والسمنة سواء بشكل عام أو بمناطق معينة من الجسم، وبس يريدون يتخلصون منها. راح تاخذنا تبارك اليوم إلى صالة رياضية وراح نشوف وياها تمارين مختلفة تساعد حرق الدهون، دهون الجسم بشكل عام. خلونا نتابع التقرير التالي ونرجع لكم. يسعد صباحكم مشاهدينا. مثل ما نعرف بعض الناس ممكن تعاني من تجمع الدهون بمناطق معينة، فاليوم راح نكتشف شنو أسباب تجمع هذه الدهون وشلون ممكن نعالجها أو نتخلص منها عن طريق التمارين، فخليكم ويانا. موضوعنا اليوم هو عن تجمع الدهون، حابين نعرف أكثر عن سبب تجمع الدهون بأماكن معينة عن أماكن ثانية. سبب هذا جينيا، يعني ماكو فد سبب معين يخلي الدهون منطقة معينة تتجمع بفلان مكان، هذا جيناتنا تحددها مو إحنا يعني. الموضوع انه يكون وراثيا، ما له شخص علاقه انه كاكله ونظام. بالضبط، وراثيا، وراثيا وجينيا، الا في حالات ممكن ارتفاع هرمون الكورتيزول ياثر لي يسبب لي تجمع بدهون منطقه البطن في حالات معينه، لكن اغلب الحالات الباقيه هو جينيا. زين، اكو ناس عندهم تجمع مثلا بمنطقه البطن، اكو بالخواصر كذا، فهل اكو تمارين انه تستهدف هذه الاماكن او لا؟ ماكو اي تمرين يستهدف دهون منطقه معينه، لازم نخلي هاي القاعده ببالنا.
احنا حتى نريد نقلل دهون منطقة معينة لازم نستمر على نظام غذائي. اهم شيء النظام الغذائي، 80% من عمليات نزول الوزن او صعوده او اي شيء تعتمد على النظام الغذائي. لازم نسوي عجز بالسعرات، لازم نركز على نوعية السعرات ايضا مو بس عدد السعرات، لازم ناخذ بروتين كفاية، ناخذ احتياجنا من الاكل، نبتعد عن الانظمة القاسية، الانظمة اللي بيها كلش عجز قوي بالسعرات، لان هاي راح تأثر على عملية الايض بجسمنا. احنا نحتاج انه نقلل دهون الجسم كلها بشكل عام حتى تدريجيا تبدي تقل عندنا منطقة، مثلا خلينا نفرض منطقة البطن. يعني احنا خلينا نتخيل عندنا مسبح، اوكي المسبح اريد نطلع منه مي من جزء واحد، راح نقدر؟ ما نقدر. فلهذا لازم يقل المي مال المسبح كله، يلا تدريجيا تقل المنطقة هاي اللي نريدها. دكتورة حابين نعرف منك شنو التمارين اللي ممكن نستهدف بها مناطق تجمع الدهون سواء بالجيم او بالبيت اللي ما عندهم وقت او ما يقدرون يجون للجيم؟ هواي تمارين احنا نقدر نلعب، كل تمارين كل العضلات بالجسم نقدر كلها موجودة بالجيم، ونقدر اكو لها بدائل نسويها بالبيت. هسه اول شيء راح نسوي تمرين يفيد منطقة التراي، وتقدرون تسوي على الكرسي على القنفة على اي مكان تحبوا. يلا خلينا نسوي. بس اريد نعرف شنو الطريقة الصحيحة بالبداية. على اعتبروا انه هذا كرسي او قنفة، تسوون هيجي، هذا تمرين مساعد، اوكي؟ تسوون هيجي تنزلون، النزلة مالتكم تكون منطقة التراي هذا ثابتة. تمام؟ هيجي تنزلون. كم مرة ممكن نأدي هذا التمرين؟ ممكن تسووه على 3 سيتات، كل سيت بـ10 عدات، يعني 3 × 10. اوكي؟ هسا تسووه هيجي، راح تشوفون انه التركيز يصير على منطقة التراي. شنو التمرين الثاني اللي ممكن ناخذه بالبيت؟ ممكن هم ناخذ تمرين ثاني لمنطقه الترايسبس، هاي ثابت. اللي ما عندهم دمبلس بالبيت شلون ممكن يستخدمون؟ يستخدمون بطل مي، يعني مثلا بطل مي هاي هيجي، اوكي زين هيجي، هاي المنطقه ثابته. لا يحط بيه رمل، لازم يخلي بيه رمل، هذا كلش خفيف، ما لازم نضيف له اي ثقل. بالضبط، ضيفي له ثقل، سو حطي رمل، حطي اي ثقل بيه وسوي هاي هيجي تسوي، اوكي هاي المنطقه تظل ثابته، اوكي بس هاي تصل. كم مره ممكن نأدي هذا؟ ايضا ممكن 3 سيتات، خصوصا للناس اللي يعني المبتدئين، سوي 3 سيتات كل سيت على 10 دفعات. شنو بعد عندنا تمارين اضافيه ممكن مثلا من اشياء متوفره بالبيت ممكن نسوي؟ ايضا ممكن مثلا تمارين للكيل، منطقه الكيل هماتين نقدر نسويه بالدمبلس. اذا ما عندكم هماتين تقدرون تلزمون بطل ماي تحطون به رمل وتسوون به. حلو، سحابين نعرف منك شنو بعد التمارين اللي ممكن نسوي بالبيت لمنطقة البطن؟ ممكن هواي تمارين اكو، ممكن نسوي بلانك، ممكن نسوي رفع ساق، ممكن نسوي هماتين للخواصر للقاع للبطن، خلينا نشوفها سوا. زين قبل ما نشوف هاي التمارين، اكو هواي بنات انه يتمرنون انه بطن بطريقة مكثفة، هذا الشيء انه يفيد حيفيد هاي المنطقة لو حتكون نتيجته عكسية؟ لا بالضبط، يعني احنا مثل ما قلنا ماكو تمرين يستهدف منطقة معينة. إذا تمرنتي يومية بطن هاي مو معناها دهون بطنك راح تروح، لا ما له دخل أبد. بالعكس ممكن تصير نتيجة عكسية مثل ما قلتي، لأن أنت هناك دسمين تكبرين العضلة جوا طبقة الدهون، فممكن أكو احتمالية أنه بطنك تصير تبين أكبر. فلذلك ما يحتاج تلودين وتزودين بتمارين المعدة، سويها 2 إلى 3 بالسبوع على جلستين كلش كافي. إذا شخص يتمرن مثلا نقول 3 أيام بالأسبوع، كم ايش قد يقدر، كم تمرين بطن ياخذ يعني بهاي الأيام؟ يقدر كل يوم يلعب 3 أيام بالأسبوع، كل يوم يلعب تمرينين بس، كل تمرين يلعبه على فد 3 جلسات.
شكرا تبارك على هذا التقرير الحلو. ودائما احنا نحب نشجع الناس انه يمارسون الرياضه، لان الرياضه جدا صحيه للجسم، واكيد طبعا لازم ناخذ بعين الاعتبار الاكل اللي ناكله انه يلعب دور يمكن اكبر من الرياضه، ولازم الواحد يحرك جسمه. عجبني رولا النقطه الاخيره اللي قالتها بالفيديو، انه مو بالضروره الواحد يمارس يوميا نفس الرياضه مثلا بالاخص احنا العرب الكرشه، عندنا احنا الكرش الواحد يريد يتخلص من الدهون بالبطن، اذا مارس نفس الرياضه كل يوم حتى هذا إذا زاد من حده ينقلب ضده. الملحوظة اللي ركزت عليها المدربة قالت أنه أنتوا لا تسوون تمارين زيادة عن اللزوم في حال أنه تكبرون العضل وأكو فوقها طبقة دهون، راح تبين العضلة أكبر، راح تبين المنطقة أكبر من ممكن أنه تصير بشعة، فإنه الواحد يركز على تمارين اللي ممكن أنه تفيد صحته وبنفس الوقت تقلل تنشف الدهون بجسم. ومن هذا الموضوع إلى موضوعنا والأخبار. يسعد صباحك سمراء. صباح الخير ولا صباح الخير ميس. صباح الخير سمراء. ننتقل للأخبار. ننتقل. صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أولى وقفتنا لنهار اليوم مع هذا الموجز الإخباري. نبدأه من العاصمة الكندية أوتاوا. شهد فندق شاتو لوغيي الشهير في أوتاوا الكندية حادثة سرقة الصورة الشهيرة لوينستون تشرشل والمعروفة بالأسد الهادر. وحول الموضوع قالت جينيفيف دوماس المديرة العام للفندق والذي يعتبر أغلى وأشهر فندق في العاصمة الكندية، قالت نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب هذه القضية الفظيعة. الصورة كانت معلقة في غرفة المطالعة بالفندق منذ العام 1998. الدخلاء قاموا بتغيير الصورة الأصلية وعلقوا نسخة مزورة منها على الحائط، وقد تم اكتشاف هذا الأمر مؤخرا، والآن تتولى وكالة حماية القانون هذه المسألة. استمتعت العائلات السعودية بأداء عرض ديزني على الجليد والذي أقيم في العاصمة الرياض، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة. يستمر العرض حتى 21 من سبتمبر أيلول، ويتضمن شخصيات ديزني الشهيرة مثل ميكي ماوس ودونالد ديك بطوط وجوفي بندق وغيرها. هي القطع تعني لي حق المشروع في فلسطين. بهذه الكلمات التي تقطر وجعا ممزوجا بالحنين يتحدث اللاجئ الفلسطيني محمد علي فارس عن المقتنيات التي يجمعها ويعرضها في متحف منزلي بمدينة جيرمانا في جنوب سوريا، يضيف أن مقتنياته هي توثيق لقصة الأجداد والآباء فوق الأرض فلسطين، وإنها تعني له حقه المشروع في العودة لأرض الآباء والأجداد. قال برنامج الأغذية العالمي إن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء العالم زاد لأكثر من المثلين إلى 345 مليونا منذ العام 2019، وذلك بسبب جائحة كوفيد-19 والصراعات وتغير المناخ. وإلى لبنان، حيث ما يزال منتج الملح اللبناني أو منتج الملح اللبناني عماد مالك، وهو أحد منتجي الملح القلائل في شمال لبنان، ما زال يكافح حتى لا تنقرض هذه المهنة. ولد مالك ونشأ في بلدة أنفا الساحلية وترعرع في أحواض الملح، حيث علمه والده السباحة وهو في الثانية من عمره، وورث مالك وهو مهندس كهرباء عمره الآن 27 عاما كل الأمور المتعلقة بإنتاج الملح من عائلته. أدت جوقة نسائية سورية أغنيات كلاسيكية في دار الأوبرا بالعاصمة دمشق، فلفتت الأنظار أكثر ونالت إعجاب الجميع. الجوقة اسمها غاردينيا، وتأسست في العام 2019 من 20 موسيقية ومغنية يؤدين أغنيات كلاسيكية من ثمانينيات القرن الماضي.
ضاعف الأردن إمدادات الكهرباء المباعة لمدينة أريحة بالضفة الغربية المحتلة إلى 80 ميجاوات، مما يساعد في تقليل اعتمادها على الكهرباء التي توفرها لها إسرائيل. وأوضح أن الإمدادات الإضافية تأتي من محطة كهرباء في غور الأردن مرتبطة بشبكة فلسطينية قائمة تديرها السلطة الفلسطينية. ومن الأراضي المحتلة إلى اليمن، إذ يواجه مزارعو العنب والتجار في اليمن صعوبات في الحفاظ على الإنتاج المحلي وسط منافسة متزايدة من الزبيب المستورد والتحديات التي تعترض التجارة المحلية بسبب الصراع المستمر في البلد. فمع استمرار الاضطرابات في أجزاء مختلفة من اليمن، أصبح توصيل الزبيب إلى الأسواق المحلية والدول المجاورة يتعرض لصعوبات كبيرة. بهذا الخبر من اليمن نصل إلى ختام هذا الموجز، نواصل باقي فقرات صباح الشرقية مع ميس ورولا. إليكما. شكرا إيج سمراء على هذا الموجز والأخبار المنوعة لحلقة اليوم. شكرا ويومكم سعيد. يوم سعيد. نرجع نكمل مشاهدينا فقراتنا المنوعة لحلقة اليوم، ونذكركم بالسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، وسؤال جدا مهم، إنه شنو هي الوظائف برأيكم راح تنقرض بالمستقبل أو يمكن بالوقت الحالي اللي هو صار المستقبل أصلا، وشون أنتم راح تتأثرون؟ من خلال صفحة الإنستغرام ممكن تشاركونا، وراح نقرأ كذا تعليق. أكو واحد من تعليقات رولا اللي كاتب الوظائف اللي برأيهم راح تنقرض هي موظف خدمة العملاء. حلو. انقرضت يمكن نصها في عدة دول حاليا خدمة العملاء، إذا نتصل بالبنك أو نتصل بخدمات معينة. مزعج بصراحة الروبوت اللي يجاوب على التليفون يقول لك أي لغة تريد، تقول له عربي، عربي مليون مرة تعيد لعربي، نظلين تحكين وياه ما يستوعب ما يستوعب. طبعا من همنا من المهن اللي ممكن انه تنقرض ميس اللي ذكروها بعض الشباب، انه العمال اللي بالمصانع دي يستغنون عنهم تماما بالاجهزه الكهربائيه وبالاجهزه الالكترونيه وبالروبوتات اللي من ممكن انه تنظم وتنتج وقت اكثر. ولكن هاي تسبب لنا مشكله ثانيه اللي هي البطاله. البطاله بعض الاشخاص ما عندهم وظيفه مستقره بسبب الروبوتات. طبعا من المشاكل ممكن انه تحل شيء وتتحل، يعني تسوي مشكله ثانيه، انه احنا قاعد نختصر وقت، قاعد نختصر انتاج، ولكن بنفس الوقت قاعد نقطع ارزاق هواي ناس. اكيد مثل ما ذكرت رؤى، نقطه مهمه للناس اللي شركات لهم ودي يستخدمون الروبوت، اكيد هم دي يستفادون من هذا الموضوع، لان يقللون من الفلوس اللي دا تنصرف على الناس، ولكن بنفس الوقت دا تنقرض هذه الوظائف من غير ناس اللي تريد تكون عندها وظيفه، وبهذا السبب دا يصير عندنا وايا مشاكل. ولكن لازم احنا نتطور ويا الزمن ونلاقي الحلول. يعني اذا حسيت ان اكو فد شيء راح ينقرض، لاقي لك وظيفه ثانيه، مهنه ثانيه، وتطلع المواهب الجديده مالتك حتى يمكن انت تكون أحسن من الروبوت. خلينا نكمل فقرات صباح الشرقية، ولكن من استوديو أربيل ويا جلزار وزين، يسعدي صباحكم. يسعد صباحكم بنات. صباح الخيرات. صباح الخيرات وصباح كل مشاهدينا. طبعا شفنا التقارير والمواضيع اللي أنتوا طرحتوها اليوم طبعا، وموضوعنا اليوم كلش مهم، وأحب أعرف رأيكم أنتم بالبداية. أنا بالنسبة لي كرأي الموضوع اليوم، أشوف أنه هواية وظائف راح تنقرض، واللي كانت هي أصلا في يوم من أيام عيش، يعني لقمة عيش لهواية من العوائل. تمام، فخلي أشوف أنتم رأيكم شنو بهالموضوع اليوم. هم راح يعني تعتقدون أنه راح تختفي هواية وظائف بالمستقبل؟ يسعد صباحك جلزار ويسعد صباح زين. طبعا انا من المؤيدين انه بعض المهن راح تنقرض وراح يستبدلوها بالروبوتات، ولكن بعض المهن فعليا انا تعودت انه اتعامل ويا روبوتات اكثر من البشر. في حال بعض الاشياء ممكن انه تنحل بطريقه اسرع. بعض المعاملات همينا حاليا احنا بدبي من الممكن انه تروحين تقدمين الاوراق، تكملين كل اموراتك، وتكونين على يعني تكمل خلاص، ويبعثوا لك مسج معين يقول لك خلصت المعامله مالتش، بدون ما تضطرين انه تتعاملين ويا اي بشر. فاتصور هذا الشيء حلو للاشخاص اللي يحبون ما يحبون يتعاملون ويا بشر. صح.
بالنسبة لشميس رولا، ذكرتي أنت قبل شوية تحت الهواء أن راحت طلبت قهوة ذاك اليوم، واللي سوى لها القهوة، اللي راد يسوي لها القهوة هو الروبوت بطريقة التحضير. أنا بصراحة القهوة والأكل مزاج، فأني ما أحب الروبوت يعني خاص هذه الأشياء، يعني إذا أحد يسوي لي القهوة أحب الشخص يسوي لي القهوة بطريقة معينة، لأن الروبوت ما راح نفهم على بعض أنا وياه، وإذا ما سوى لي بالطريقة الصح يمكن أكسر الروبوت. ميس نحمسهم شوية ماكو طريقة للتفاهم نحمسكم شوية، إحنا محضرين لكم تقريبا تقرير راح ياخذكم راح ياخذكم العام 2071، فاتصور احنا راح نسبق هوايه يعني تحديثاتك بالتكنولوجيا، فخليكم مستمرين ويانا، وبالايام الجايه راح تشوفون هذا التقرير اكيد، وراح تشوفون فقره الكوفي المشين الروبوت يعني شلون يطلع القهوه. ما راح تستعملها ميس، بس انا اتصور راح اجرب هذا الشيء. شنو رايك؟ زين، جميل جدا اللي طرحتوه، هو يعني صراحه موضوع يعني هو حاليا مطروح، ونعرف انه الارتفيشال انتليجنت او الذكاء الاصطناعي ممكن راح يحل محل هوايه من الوظائف اللي هسه البشر بيسووها، واليوم احنا قاعدين نشوف حتى بالعراق اكو مطاعم اكو بيها روبوتات تقدم الاكل للزبون او الاشخاص اللي قاعدين بالمطعم، فهاي يمكن هي خطوه بسيطه او خطوه بدائيه، لكن بالمستقبل القريب جدا راح نشوف انه راح يتم تبديل وظائف عديده وهوايه بروبوتات، لانه مثل ما قلتوا هي ممكن تكون اقل كلفه، بس انا برايي نهائيا هذا الشيء ما ممكن انه يحل محل او ياخذ مكان البشر. العقل البشري، لانه ايش قد ما يغلط البشر لكن يبقى انه اكو مواقف الانسان والعقل البشري ممكن يحكم بيها، لكن الارتفيشال انتليجنت ممكن يعني هو راح يمشي على داتا او داتا بيس، فما ممكن انه يمكن ياخذ مكان البشر نهائيا، يعني انا اقول هذا الشيء مستحيل. زين، احنا ما نعرف شنو راح يصير بالمستقبل، احتمال بعض الروبوتات من الممكن انه تبرمج على المشاعر، من الممكن انه تقوم بوظائفها احسن من البشر، فالله اعلم شنو راح يصير. مو بشرة خير ولا مو بشرة خير. زين وجلزار، راح نترككم يا فقراتكم باستديوهات اربيل حتى صح. بما انه بعدنا بشر احنا دا نقدم وما زال احنا عالميين على الشاشه، فخلينا نستغل هذه اللحظات الحلوه ونكمل باقي الفقرات من يمكم. شكرا لكم ولفقراتكم. احنا اكيد ما نتمنى يوم من الايام يجي حتى اللي يقدمون، يعني تخيلي مثل ما قالت ميس يكون قاعد روبوت دي يقدم صباح الشرقيه، شلون راح يكون شكله؟ تخيل الجيل اللي يجي. اكيد مصورين وياكم مشاهدينا، نقرا بعض الكومنتات على سؤالنا التفاعلي اللي احنا طرحناه هذا الصباح بخصوص هل اكو امكانيه وما الوظائف اللي انت يعني ببالك انه راح تختفي مستقبلا، وهل هذا الشيء من الممكن انه ياثر عليك بمجال عملك؟ هل انت تشوف يوم من الايام يتم استبدالك بروبوت لاسباب معينه؟ انا صراحه ما اعرف، يعني انا ممكن اشوف هذا الشيء بس مو اليوم، يعني اشوفه يمكن بعد بالمستقبل 200 سنة ممكن ينطرح، يقولون مثلا جايبين روبوت يقدم إذا عايشين إذا عايشين منا ال 200 سنة احنا كل ما راح نكون باقين من هالسنة. هنا عندي تعليق، أتوقع كلها راح تصير أونلاين وروبوتات اللي يشتغلوا بمكان البشر، يعني أكثرية الناس دي يفكرون نفس التفكير إنه راح يكون كل شيء أونلاين، وبس عندي يعني تعليق إنه الأونلاين يكون بكل مكان تتواجد، زين البشر وين يروحون؟ شنو راح يكون البشر راح يكون شغلهم؟ إيه راح يكون المستفيد من هاي الخدمة، يعني اليوم بشر همنا ديريد انه كل خدمات وكل شيء دار ما داير يصير بكبسه زر، ما يريد ينتظر، ما يريد يتعب هوايه، ف يعني هذا الشيء همنا راح يلبي احتياجات هوايه من عالم، لكن همنا نشوفه فد شيء مو كل الصحي 100%. تمام، زين راح نروح ويا ضيفنا، هوايه من الاشخاص اللي نعرفهم بحياتنا تعرضوا فيما سابقا لحوادث او حروق سببت ندبات او اثار عليهم. هذه الاثار ما كانت ظاهريه فقط وانما تؤثر في الحاله النفسيه لمن يعاني منها. اليوم راح نتكلم ويا ضيفنا اختصاصي الامراض الجلديه الدكتور باسل سيدو. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير دكتور. هاي الاثار والندبات وهاي الشغلات اكيد بيوم من ايام ما يجي روبوتات يستغلون هالشيء، مو صح؟ يعني ممكن روبوت ياخذ مكان طبيب؟ اكيد لا، يعني لا.
حاليا حتى الأطباء أكو حالات يعني صعب يعالجوها، فكيف راح يكون عندنا روبوت يقدر يحل هاي المشاكل اللي هي خايفين من هالشيء. بس أكو يعني أعتقد أكو روبوتات تستخدم أو أجهزة ذكية ومتطورة يعني تستخدم حتى يسوون عمليات من دولة لدولة، يعني ممكن تكون محددة يعني مستخدمة هذه الطريقة طبعا حاليا بالعالم، بس الروبوت ما ياخذ مكان الطبيب، مجرد الروبوت هو راح ياخذ يعني وسيله بين الطبيب والشخص اللي يصير له عمليه او اجراء جراحي. جميل جدا. طيب دكتور، احنا من الروبوتات وان شاء الله ما تجي هاليوم اللي نشوف انه روبوت يسوي عمليه، لان جدا صعب. نروح عندنا سؤال جدا مهم اليوم سلطنا الضوء عليه، على الآثار اللي تكون بالحوادث اللي هي الحروق أو حوادث صعبة اللي تتعرض إلى الإنسان بحياته، فنريد نعرف شنو راح يكون هنا العامل النفسي والاجتماعي للأشخاص اللي يعانون من ندبات أو آثار حروق. طبعا الآثار بشكل عام، يعني إذا كانت آثار حروق أو عمليات أو ندب أو أي شيء إن كان، هذه يعني تكون لها آثار اجتماعية نفسية حتى اقتصادية. يعني الشخص اللي يكون عنده ندبات أو آثار جروح بوجهه أو بجسمه يحاول يكون يعني بعيد اجتماعيا عن الناس، ما يحضر بالمناسبات، يكون انطوائي، حتى يكون فعالياته قليلة. يعني صادفنا حالات أنه شخص عنده آثار حروق بجسمه يبتعد عن فعاليات الرياضية، تأثر على حياته بشكل كبير، حتى يعني الشباب في عمر الزواج من تكون عنده مشكلة ندبة ثقة أو بالنفس، فيكون عنده أزمة ثقة بالنفس ويبتعد عن الفعاليات الاجتماعية. حتى الناحية الاقتصادية، يعني كثير من الناس عندهم فد ندبة أو شيء بالوجه يكون صعب قبولهم في وظائف اللي تحتاج إلى واجهة يعني واجهة جميلة. زين دكتور، اليوم أنتوا كأطباء وأكيد صادفكم هيك حالات، أنتوا شلون تتعاملون وياها وشلون ممكن الشخص يتعامل بهيك مواقف ويا أشخاص ممكن يعانون من ندب أو يعني حروق تكون ظاهرة وممكن تأثر عليهم سلبا؟ أكيد هذا مو يعني مو بس وظيفة الطبيب، هي وظيفة المجتمع بشكل عام، بس الطبيب له دور مهم جدا بهذا المجال، إنه هذا الشخص لازم إحنا نعطيه أمل إنه إحنا ممكن نعالجك، ممكن نعطيك مظهر أحسن. حاليا في تطور كبير بمجال التجميل، التكنولوجيا، الأجهزة المتقدمة، إنه إحنا نقدر نعالج هاي الحالات أو نحسن من هذا الشيء، حتى يقدر هذا الشخص يعني يعود الحياة الطبيعية ويمارس نشاطات طبيعية وتكون عنده حياة طبيعية كأي شخص آخر. زين، شنو بما أنه ذكرت أكو تطور بالعلاج، شنو طرق العلاج المتاحة حاليا؟ بشكل عام الطرق العلاج يعني الموجودة حاليا، حالات الندبات، الآثار، الجروح، الطريقة اللي مستخدمة سابقاً وتستخدم حالياً أيضاً هي الطريقة الجراحية. جراحية. اللي تستخدم كثير بالعالم، بس هذه الطريقة بها تحتاج إلى وقت كبير، تحتاج إلى كلفة كبيرة، تحتاج إنه هذا الشخص يبتعد عن عمله، فتكون إلى يعني آثار كبيرة. مع العلم هي تبقى من الطرق اللي مهمة ولحد الآن موجودة. بس حاليا عندنا طرق ايضا احسن ما تاخذ وقت كبير، اللي هي استخدام التكنولوجيا والطرق الحديثه، اللي هي الليزر، استخدام المايكرو نيدلينج اللي هي الابر الدقيقه، ايضا طرق التقشير، استخدام الابر اللي بيها تكون فيتامينات تحفز الجلد. يعني الكل من طرق العلاج تكون بهالطريقة، الكل يستجيب لو أكو ناس يستجيبون وأكو ناس لا، يعني بهالعلاج يعني أكو مثلا تفشل عندهم ما يستجيبون للعلاج، هم يصير عندكم هيك حالات؟ الكل يستجيب، بس نسبة الاستجابة تكون مختلفة من شخص إلى شخص، حسب عمره، حسب صحة هذا الشخص، حسب الاستجابة النفسية لهذا الشخص. النفسية بالضبط بالضبط. دكتور، أنت يمكن سبقتني بالإجابة على هذا السؤال اللي هو دور وتطور التكنولوجيا يعني إحنا اليوم بدنا نحكي عن الروبوتات وهاي الشغلات، يعني إحنا وين واصلين اليوم خصوصا بالعراق؟ يعني إحنا عندنا هواية، يمكن من أنت عندك إحصائيات حول
نسب الإصابة أو الأشخاص اللي يتعرضون لحروق وممكن تكون الندوب دائمية. اليوم طريقة العلاج اليوم بالعراق احنا شنو هي وشلون الأطباء دا يستخدموها في علاج المرضى أو الأشخاص اللي يعانون من الندب؟ الحمد لله حاليا العراق بشكل عام إلى حد كبير مواكب للتطور الموجود بالعالم. جميل. عندنا أجهزة متطورة متوفرة، عندنا مراكز متقدمة تقدر تعالج هاي الحالات هذه الإصابات. طبعا احنا حكينا عن المجال الجراحي او يسموه ترقيع الجلدي او الجراحي، وما من فوائده ايضا مشاكل. اما التكنولوجيا حاليا لها دور بكل مجال وخاصة في مجال التجميل ومجال علاج الندب واثار الحروق، اخذ دور كلش كبير، ومن يعني باستخدام مواد حسب ما قلنا او باستخدام اجهزه متطوره. يعني اجهزه الليزر حاليا تعالج حالات كثيره. حلو. بحيث هذا الشخص ممكن يبقى مستمر على عمله يمارس حياته وبنفس الوقت يتعالج من هذه الحالات الموجوده عنده. فتنطينا وقت اقصر، تنطينا كلفه اقل، تنطينا نتائج افضل، لان مثل ما نعرف انه العلاج بالجراحي او الترقيع ممكن ياخذ لنا جلد من منطقه الى منطقه، فيترك نتبه ايضا بالمنطقه اللي اخذنا منها الجلد الى المنطقه الثانيه، وما تكون النتائج يعني جيده. بينما بالليزر او بالتقنيات الحديثه ما عندنا هاي المشاكل، يكون العمل بس على هذه المنطقه وتكون النتائج طبعا اكيد افضل. زين دكتور، انت قلت همنا وياها يصاحب هذا الشيء الكلفه الاقل. طبعا. هل الكلفة الأقل هي للأطباء والمراكز أو همين للمريض اللي دا يأخذ هاي الخدمة؟ لا أكيد هي الكلفة الأقل هي للمريض. للمريض أوكي. لأن عادة كل العمليات الجراحية تكون مكلفة. صح. يعني الكلفة ما تقتصر على كلفة العملية نفسها. يعني ممكن شخص هذا يكون موظف في مكان أو في شركة، فيضطر أنه خلال هاي العملية يبتعد عن عمله. فيخسر ايضا اموال، ياخذ اجازات، يمكن ياخذ اجازات، او حتى يكون شخص في مجال عمل حر يضطر الى فتره طويله انه يترك مجال عمله، وهذا ايضا يكون كلفه على الشخص نفسه. أكيد. بينما بالطرق الحديثه يبقى مستمر على عمله، حياته تستمر وتكون عندنا نتائج طبعا سريعة افضل. سريعة. جميل. زين دكتور، شنو الامور اللي لازم تجنبها خلال شلون نقول علاج الاثار الندبات او الحروق؟ صراحه يعني اريد اكد على نقطه كلش مهمه. لما يصير عندنا هيك مشكله مو وقت العلاج، من يصير عندنا حروق او يصير عندنا ندبات او يصير عندنا عمليه، حتى يعني اول شيء احنا لازم نحاول انه ما تصير عندنا ندبات. نحاول نبتعد عن الاشياء اللي ممكن تصير يعني سبب انه يصير عندنا اثار او ندبات او تبقى هاي الاثار مالتها. اهم شيء انه لما تكون عندنا عمليه او تكون عندنا لا سمح الله حرق في مكان ما، انه نلجا الى الطبيب بالاختصاص. الاختصاص، لان كثير من الحالات اللي تجينا سببها الاهمال أو الالتجاء إلى طرق تقليدية أو طرق شعبية بالعلاج. صحيح. فصادفنا حالات كثير أنه مكان الجرح أو مكان الندبة أو مكان الحرق صاير به التهاب، وطبعا هذا الالتهاب يؤدي أنه يكون عندنا آثار أكبر، ندب أكبر، علاجها يكون صعب. أصعب. فأهم شيء أنه لما يصير عندنا مشكلة بهذا المجال أنه نراجع الطبيب المختص حتى نعالجها بشكل سليم. علمي شكل سليم. وتكون عدة ندب أقل. والالتزام بهاي التعليمات يكون مهم جدا. أما خلال فترة العلاج أيضا أنه إحنا نحاول نلتجئ إلى الطريقة الصحيحة بالعلاج. نلتزم بالتعليمات، أنه مرات كثيرة أنه إحنا سوينا ليزر، سوينا علاج بالمايكرو نيدلينج أو أي إجراء آخر، المريض والله الدكتور أنا صار عندي التزام وطلعت من البيت وتعرضت للشمس أو فبدل ما نكحلها نقوم نعميها. بالضبط. فالالتزام بالتعليمات، الالتجاء إلى الطريقة الصحيحة، الطبيب المختص بهذا المجال حتى نحصل على نتائج جيدة بأقل كلفة وأقل وقت ممكن. حكيت بموضوع كلش مهم اللي هو العلاج الشعبي أو اللي يكون داخل البيت، والأمية والبيبية هي
تبدي تنصح وتطلع علاج للأشخاص المصابين داخل البيت أو الأشخاص اللي يتعرضون للحرب. هذا موضوع كلش مهم وهذا واقع يعني إحنا نعيشه اليوم. إذا نحكي عن حالات الحرق البسيطة اللي تصير داخل البيت يعني إذا الأمية حرقت إيدها بالطبخ أو إذا واحد احترقت إيده أو مثلاً صار أكو حرق يعني من الشمس تعرف إحنا بموسم يمكن الحرارة بأشد خاصة بالعراق بالضبط. فيعني إحنا نسمع مثلاً مرات يقولون ممكن تخلي لبن أو توث بيست مثلاً معجون أسنان أو مرات عسل أو مثلاً تخلي إيدك بمي باردة. إلى أي حد هاي العلاجات اللي احنا نعرفها والتقليديه هي صحيحه وشنو تنصح انت الاشخاص اللي يتعرضون لهي الحروق البسيطه؟ طبعا سؤال مهم جدا وراح اشيلكم فت يعني سالفه صارت وياي وانا صغير. اتذكر صغير جبت قوري مال شاي ووقع من ايدي شوي احترقت ايدي طبعا كان حرق بسيط. ف جارتنا اتذكر كنت صغير قالت لوالدتي خلي له معجون. طبعا بدون هي ما قالت شنو اي معجون. فوالتي مباشره جابت معجون مال اكل معجون طماطم اللي بيه ملح وخلته على الجرح. تخيل. فيعني ظليت ابكي يعني صغير. بس بعدين ثاني يوم قالت لا هو معجون مال اسنان. اسنان يكون بارد. وطبعا هو الطريقتين غلط سواء كان اي معجون. الشغله الوحيده اللي احنا ممكن نسويها الى ان نوصل للطبيب انه يكون عندنا مي بارد. مي بارد. المي البارد يقلل من تأثير الحرق خاصة يعني. هذه طبعا هاي شغلة المي بس بالنسبة للحرق. ممكن تحافظنا على المكان ممكن تقللنا من الآثار اللي راح تتركها بعدين. يعني شغلات الباقية كلها غير علمية تكون عندها آثار سلبية كبيرة بس بالنسبة للمي البارد طبعا هذا يكون إلى هذا فقط فائدة. يعني مو العسل مو زيت السمسم أبداً, أبداً, أبدا. هاي شغلات أي ما تفيد يعني أبدا. لا هي مو بس ما تفيد هي لها آثار سلبية يعني كبيرة. بس الماء البارد بحالة الحرق يكون مفيد. ويعني إحنا بالحرق عندنا حرق درجة أولى وثانية وثالثة. فلما يكون عندنا حرق من الدرجة الأولى نخلي عليه ماء بارد يحافظ على هذا الحرق أنه ما يروح للدرجة الثانية. أوكي. يعني خلي نقول يبرد المكان. بس الشغلات الثانية اللي هسه ذكرناها العسل وال معجون الأسنان وهذه ممكن تحول لنا هذا الحرق من الدرجة إلى الدرجة الثانية وتكون إلى ندمات وآثار أكبر. يعني يمكن هم يلفون مرات دكتور يعني مرات إحنا يمكن الأشخاص الواعين الشباب الواعين ما يلتجئون إلى هذا الشيء بس أكو هم أشخاص يلفوها الإيد يعني تحترق الإيد صح أو تعرض للحرق وبعدين يعني يكون كلش صعب من بالضبط. تروح للطوارئ مرات أنت تفتحها يكون الألم بعد أضعاف. هي يعني هاي النقطة اللي كلش مهمة دائما ركز عليها انه نلجأ الى المكان الصحيح. صح. نبتعد عن العلاجات الشعبية، نبتعد عن العلاجات الكلاسيكية اللي هي موجودة بالبيت. نبتعد عن شخص هو جاي يتدخل بشيء مو شغل اختصاص. يعني هاي موجودة عندنا بالمجتمع العراقي انه لما شخص يصير عنده يطلع عندنا فد 10 اشخاص كل واحد يكون بروفيسور وينطي علاجات وينطي وهي مختصاصة. طبعا هاي تكون إلى آثار سلبية والضحية تكون هذا الشخص بس. صحيح. شكرا لك دكتور والمعلوماتك القيمة. شكرا لوجودك. شكرا لتواجدك ويانا دكتور. شكرا. وراح نرجع نذكر بالسؤال التفاعلي، ما الوظائف التي ستختفي مستقبلا وهل تتأثر بذلك؟ عندي هنا مريم تقول اي اكيد ومن عدها بحيث صرنا ما نروح للسوق كلنا نستخدم الاونلاين. تخيل يعني العالم صارت عبارة عن الأونلاين. مصطفى ده يقول ممكن الأجهزة الذكية تستبدل بالأساتذة الموجودين اليوم. أنا ما أعرف يعني إلى أي مدى ممكن إحنا نستبدل الأستاذ اللي يشرح ويجاوب على أسئلة الطلاب بأستاذ إلكتروني أو حتى يكون جهاز ممكن يجاوب أو يكون عنده معلومات عامة. ممكن الأستاذ يغلط لكن ممكن يرجع ويصلح المعلومة. لكن يعني مرات الأشخاص يكون عندهم أو الطلبة يكون عندهم أسئلة. صح. ما أعتقد الروبوت راح يقدر يجاوب على كل هاي الأسئلة. مشاهدينا راح ننتقل ونروح وياكم إلى الأنبار نتعرف على الشاب أسامة وهو موهوب بموهبة كلش حلوة وغريبة تقريبا. يعني ممكن نقدر نقول أنه هو عنده ذاكرة تصويرية إضافة إلى ذلك يمتلك المهارة الحرفية. بمجرد ما يشوف شيء شنو مكان بناية أو برج أو حتى سيارة بسيطة تنطبع صورة هالمجسم بالكامل
والتفاصيل بذاكرته ويرجع هو يرسمها. فخلونا نشوف هذا التقرير ونتعرف على هاي الموهبة الغريبة. سامع عدنان عجاج من محافظة الأنبار. عندي موهبة أشتغل مثل أبراج، جسور، أي شيء مثل البرج مال إيفل اللي نزلته ده حاجت عليه أشتغله بخشب. كملته بالعوادين شخاط وعوادين إذان وأشتغله، وبعدين ده حاجت عجسر مال فلوجة راح طبخت بمخي ده حاجت عليه واشتغلته انزار بعوادين وخشب وكملته. يعني انت اليوم تشوف الاشياء بعينك وتطبخها؟ ايه، اروح بس اباوع عليها تطبخ يعني بدون ما تاخذ الصور او لا شيء. بدون صور بس اباوع عليها واشتغل عليها. الجسر رحت بس باوعت عليها اخذت طبعته بمخي اشتغلته. البرج مزادي انا رحت بنانه بس لحقت عليه هيك والرسم ماله شلون واشتغلته. سامع كان عمره صغير، يعني عمره تقريبا كم سنه، بدا يجمع اشياء يعني من خشب او من كرتون، بحيث يعني انه بدا بصنع حفاره صغيره بتحكم بها بسرنجات، بعدين صنع برج ايفل اللي صممه تصميم يعني هو وزواياه كامله، وصنع جسر الفلوجه وكمله، ويعني بدينا ندعمه احنا يعني كدعم مادي الى ان يعني تطور هاي الاشياء. بدا يعني يصنع مثل الجسر، طوره كامل يعني جسر شلون يعني تصممت كتصميم هندسي او شيء يعني نفس ما هو مصمم بجسر الفلوجه. يعني الشيء تخيل بدماغه يصنع يسويه ويكمله. أبوي كان يشجعني وأصدقائي وأشتغل بيها، بس شنو منتهي بشغلي من نجي من شغلي أظل أشتغل بيها بالليل إلى ما خلصت. أنت مو خريج؟ لا مو خريج، عندي شهادة من ثالث جاي. لكن عندي موهبة قديمة أشتغل من 2017 أشتغل بيها. سويت طيارة وطيارتها وهاي كملتها. هو شاهدت مني تصير مهندس بس راحت. كنت منتهي بالشغل مالي ويا ابويا ورحت تركت الدراسه. هسه اشتغل ويا ميكانيكي. من نجم الشغل مالي اشتغل هاي الشغلات. اظل اشتغل بها من 8 ل 1 بالليل والصبح اروح للشغل. الى ما كملت. ان شاء الله عندي نوب غير شغل اشتغله. قلت الفتره اللي تبقى بها وقت حتى تنجز الجسر؟ الجسر ظلت اشتغل به 4 ايام خلصته. البرج لا 7 ايام. برج متر ونص. والأرض مالها 40 سنتيم اللي ما كملته. وضفت له من هاي النشرات، يعني شجعوني الأهل وخلوني أضيف له نشرات وهاي وكملته. يعني سريع بالإنجاز؟ هي سريع شلون؟ لا يعني كل ما واحد يجي علي يقول عاشت إيدك على هالشغل هذا مرتب اللي ما كملته. هاي رجع لكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير وشفنا هذا الإبداع. طبعا احنا نفرح بكل مواهب اللي نشوفها، وهاي موهبة فريدة لأنه صعبة إذا أنت تشوفين جوزار فتشي وتخزنيه بعقلك وترجعين تسويه من جديد. أنا أتذكر وذكرني هذا التقرير بشاب همينة صعد إلى سمتية احنا نسميها الهليكوبتر، فشاف مدينة من فوق، يعني من فوق من خلال الهليكوبتر، ورجع رسمها بتفاصيلها. يعني هسه اقول هاي موهبة همينة كلش فريدة طبعاً. فافرح من اشوف اكو عندنا اشخاص وشباب يمتلكون هاي الذاكرة الصورية وممكن يسوون
شغلات حلوة مثل ما شفنا بهذا التقرير. أكيد زين، خاصة بهالوقت اللي الكل يعانون من فقدان الذاكرة، يعني اليوم أنت تسوي يعني شيء مو باكر تنسى اللي أنت سويته أصلاً، فهذا همينة موهبة حلوة. ومن التقرير الحلو راح نروح إلى فقرتنا المنوعة واللي تحتوي على أخبار مختلفة وغريبة وطريفة من كل أنحاء العالم. وأول هذه الأخبار من دولة بابو غينيا الجديدة، واللي تم فيها استحداث مناصب إدارية جديدة، أبرزها منصب وزير القهوة. وهالمنصب هو الأول من نوعه بالعالم. تم تكليف وزير القهوة بمهمة إنعاش زراعة البن لجلب المزيد من عائدات التصدير للبلد عن طريق تصدير أكبر كمية ممكنة من القهوة المزروعة محلياً. البن المصدر من بابا غينيا بالفترة الأخيرة صار يملأ المقاهي الأسترالية والأمريكية واليابانية. زراعة البن تمثل مصدر دخل 2 مليون شخص تقريبا في هذا البلد. شنو رأيك؟ أنا أطالب بإحداث وزارة جديدة بالعراق اللي هي وزارة القهوة. القهوة العشاق القهوة. العشاق القهوة اللي تشوف الصبح قهوة، المساء قهوة، ويعني عندهم فقرات القهوة، فهذولا يستحقون هالشيء. بالضبط. وهي غينيا يعني بابو غينيا الجديدة هي همنا تعتبر من دول المصدرة ل القهوة. يعني ظاهر تجارة القهوة، مثل ما احنا عندنا وزير النفط هم عندهم وزير القهوة، لأنه القهوة يمهم تجارة كبيرة جدا ودخل إيرادات كل الشبيرة إلى البلد. ومن هذا الخبر راح نروح إلى خبر ثاني له علاقة بموضوع اللي احنا حكينا به، اللي هو الارتفيشال انتليجنت والذكاء الاصطناعي. مشاهدينا، أعلنت شركة جوجل بأنه راح تتوقف عن تقديم إجابات على أسئلة بدون معنى وبعيدة عن المنطق، واللي كان يجاوب عليها محرك البحث في سبيل المرح والمزاح حتى إذا ما كانت الإجابة صحيحة. طبعا محرك البحث كان يقدم إجابة مختصرة وبسيطة لأي سؤال يخطر على البال، بس فجأة تم اتهام جوجل بتقديم معلومات كاذبة بعد ما تم وقدمت إجابة على سؤال افتراضي. جوجل صارت تطور قدرة النظام على اكتشاف افتراضات خاطئة وتقديم المعلومات المفيدة حول أي سؤال. طبعا احنا حكينا قلنا انه شقد ما تتطور التكنولوجيا، لكن راح يكون اكو فد شيء اللي ما راح يخليها توصل الى الذكاء الانساني يعني الطبيعي. صدق انه مرات انه انت تكتب شيء بس الجوجل ما ينطيك نفس الشيء. وهنا هم رجعنا قلنا الروبوتات اللي دائما تغلط وتصفن، مو مثل الانسان. ممكن تبقى الانسان يغلط وبعدين يصحح، بس الروبوت لا. وهمنا عندنا خبر همنا إلى علاقة تقريبا بهالشي، وبهذا الخبر نشوف ابتكار ثوري. شريحة صغيرة جدا بسعة تخزين كبيرة ابتكرها العالم الفيزيائي المصري محمود جعفر، واللي يعمل في فريق بحثي ألماني يطور تقنية ما إلها مثيل بالتخزين المعلومات. هالشي راح يسوي نقلة نوعية بمجال التكنولوجيا. هذا العالم طور شريحة خارقة بحجم رجل نملة، يعني يكون شقد صغير حجمه ده تتخيلون، على تخزين 100,000 جيجا بايت. تستخدم الشريحة تقنية ضوئية لتخزين البيانات بحيث يتم التحكم بالضوء من داخلها، مما يساعد على تخزين بيانات بشكل كبير جدا. تخيلوا هالابتكار دخل العالم الحواسي والهواتف المحمولة. صدق راح يكون هالشي ثورة حقيقية، يعني تخيل انه يكون هو الشريحة بجد الرجلينات مال النملة ويكون عنده التخزين بها، يعني شيء كلش كبير. وهذا اللي بدنا نحكي عنه اليوم بالتكنولوجيا، وش قد التقدم بالتكنولوجيا راح يفيدنا ويفيد البشريه. أكيد. مشاهدينا راح ننتقل من التكنولوجيا الى الظواهر الطبيعه والطبيعه الخارقه اللي كل مره احنا نستمتع نشوف اكو اكتشافات تصير عدا اكتشافات التكنولوجيا. مشاهدينا، شفتوا فد يوم حيتان داخل الغابه؟ ممكن راح يكون سؤال شويه تشوفوا انتم مو بمكانه، لكن راح تشوفون بهذا الخبر من تايلاند، ونتعرف على صخور عجيبه مساء عمرها 75 مليون سنه، وهي صخور الحيتان الثلاثه الموجوده هي طبعا على قمه جبل هين سان وان
ما أعرف إذا قلت صح الاسم. بس الغريب أنه هذا الصخر يشبه ثلاث حيتان دا تسبح مع بعض في بحر من الأشجار. طبعاً يعتبر شكل هذه الصخور أروع المناظر الطبيعية على سطح الكوكب، بحيث أول ما تتم رؤية هاي الصخور نشوفها وشكلها فعلاً ثلاث حيتان تشق طريقها عبر الغابة الطبيعية المليئة بالمفاجآت. احنا كل مرة نتفاجأ نشوف اكو اكتشافات. طبعا هاي الصور راح نشوفها من فوق، هي صخور حقيقية، هي مو انه مجسمات تم صنعها، لا هي سبحان الله شيء كلش صخور حقيقية، لكن هي لانه موجودة بين الاشجار ف اللون بارز يعني بحيث مبين انه هو مو صخور مثل ما قلت، على شكل حيتان وتكون بهالحجم. تخيل زين اذا اقترح عليك تروح توقف هنا تروح وتاخذ صوره وتصير اكيد يعني أكيد. شوفي المناظر الحلوه الموجوده هناك، من ما يتمنى اي مشاهد يتمنى يكون بموقف هذول الزوار اللي رايحين يشوفون يستكشفون هذا المكان الحلو. واو كلش حلو. لا لا خلاص أنا حروح. لا لا خلاص بعد البرنامج مباشره اكيد. زين زين انت سامع بصاحب فك المفترس اللي هو الاسد او لا؟ خلي نشوف انه انت رايك شنو راح يكون، انه هو الاسد او لا. راح نشوف وياكم اليوم الفك المفترس. هو الشخص اللي امريكي اسمه جوي، صاحب مسابقات عديدة، واللي هو مثل الأكبر مسابقة واللي هي مسابقة الفشار أو ما يسمى الشامية. والشخص هذا المسابقة صارت بمدينة أنديانا بوليس الأمريكية. أكل جوي بهذه المسابقة ما تحتوي 32 علبة فشار، كل علبة تحتوي على 680 غرام، وانجز هذه المهمة بثمان دقائق فقط. تخيل، ويعني إذا نحسب وزن الفشار اللي أكله جوي يطلع 21 كيلو و760 غرام. ده تتخيل زين؟ متخيلين الكمية؟ هي هذه الكمية اللي حطم بها الرقم القياسي السابق وأخذ جائزة 450 ألف دولار. أنا بعد ما عرفت أنه الشخص هذا أكل أكثر من 21 كيلو من الشامية فعلا حسيت الموضوع جدا صعب. وصدق مثل ما يتسمى الفك المفترس، أنت قلت أسد بس أنا أشوفه هو أصعب هو من الأسد. أسد بشري هذا مو؟ بس هي صعبة. أنا ما أفتهم ليش العالم يلتجؤون يعني إلى هاي المسابقات. لا هو دا يعاني يعني الظاهر وطبيعي دا نشوف أنه هو دا يعاني بأكل الشامية. اي بس انه هو مسابقه وراح يفوز. زين تخيل انه انت مستعده تسوين هذا الشيء؟ لا والله مستحيل. يعني بس تنعرفين انه انت اكلتي الشاميه بهذا المقدار؟ مستحيل يعني انه كلش صعبه، خاصه ما اعرف اشوفه هواي ناس يمكن احتمال هذا همين يكون موهبه انه يحبون هاي المسابقات. لا راح لا لا خلاص يعني انه يمكن هو كلش مضطر. لا ليش هيك تسوي يعني؟ ليش انت ما مجبور؟ إذا مشاهدينا نذكركم بسؤالنا التفاعلي لحلقة هذا الصباح اللي هو ما هي الوظائف اللي ممكن أن تختفي مستقبلا، وهل ممكن هذا الشيء يصير وينطبق عليك أنت بالشغل أو على وظيفة اللي أنت دا تشتغلها في الوقت الحالي أم لا؟ نقرأ بعض التعليقات. يقول علي الطب، لأن الطب بالعراق صار أهلي. يعني ماكو أي ربط ويا القبل إنه كان مو أهلي، يعني تخيل حتى الطب راح يصير أونلاين. براغ دا يقول العمالة بشكلها الكامل أو بكل أصنافها ممكن راح تصير قريبا جدا روبوتات وتستبدل. همين نسرين تقول أكيد الموظفين الحكوميين، لأنه اليوم الحكومة دا تلتجأ إلى نظام إلكتروني ودا يسوون كل المعاملات تكون بشكل إلكتروني. هنا عندي جوان تقول عكس كلامك اللي تقول الوظائف، تقول لا ما تأثر لأن معلمة ومستحيل تختفي. يعني شلون مهنة تربي بيه الأجيال؟ وصدق يعني هاي النقطة ضروري أنه ما تختفي، لأنه إحنا ورانا أجيال وما نعرف شي يصير همينا بالمستقبل وشنو راح يصير من تطورات. بس التكنولوجيا صار يخوف كلش. همينا أزاد يقول موظف خدمة العملاء، احنا اليوم بدنا نشوف هذا الشيء موجود، يعني اعتقد هذا الشيء ما نقدر نخبيه. اليوم اذا تتصلون على اي شركه او اي خدمه تشوفون انكم اكو رد الي يرد عليكم، وبمجرد ما انتم تضغطون على زر او رقم
هو راح يجاوب على أسئلة اللي ممكن أنتوا تطرحوها، يعني أكو أسئلة ممكن هم يعني يسووها يفكرون بها ويخلوها تكون اللي تطرح بشكل كبير، فهم يخلوها على شكل أسئلة وأجوبة قصيرة جدا والروبوت ممكن يجاوب على هاي الأسئلة. هنا عليا تقول أعتقد الصحف والجرائد والمطابع لأنه قليل اللي بقوا يقرون كل شيء صار على يعني الإعلام قصدها. ها؟ الإعلام؟ لا بشكل عام؟ لا ما حددتنا احنا، قمت اخاف الصحافة والإعلام ممكن اي تكون الصحافة والإعلام همين. جميل جدا مشاهدنا، اذا وصلنا بهذه التعليقات الجميلة الى ختام حلقتنا لهذا الصباح، نلتقيكم باكر بنفس الموعد. باي باي، مع السلامة.